شوي فرخة كاملة في القلاية الهوائية، فرخة كبيرة 2 كيلو هتستوي كلها وتكون زي الزبدة، وممكن كمان نشويها في الفرن بتتبيلة مميزة وجديدة خالص، وكمان في أقل وقت ممكن. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة. أول حاجة هنعمل التتبيلة، ممكن نستخدم الكبة وممكن نستخدم الخلاط العادي. أول حاجة هنقطع بصلة متوسطة، وكمان هنقطع عليها طماطمية متوسطة. والمكون الأساسي اللي ما ينفعش نستغنى عنه أبدا، نص راس ثوم متوسطة مفروم، طبعا الثوم أو صحيح، وهنضيف عليهم شوية من الخل الأبيض وكمان شوية من زيت الطعام، وهنعصر عليهم نص ليمونة. دلوقتي هنضيف عليهم التوابل، معانا معلقة صغيرة مليانة من الملح، ونص معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة بس مليانة من البابريكا، وكمان معانا ربع كوباية من الكاتشب، ولو الكاتشب مش موجود ممكن نحط معلقتين كبار من صلصة الطعام، وحوالي 3 معالق كبار من الصويا صوص. وهنفرم المكونات دي مع بعض شوية، لو استخدمنا الخلاط العادي هنضيف على المكونات دي ربع كوباية من المية. دي الفرخة بتاعتنا، فرخة كبيرة حوالي 2 كيلو صافي. هنقطع الجزء ده من الجناح لأنه بيكون رفيع وبيتحرق معانا في القلاية أو في الفرن. وكمان الديل، الجزء اللي بيكون في الديل ده بنقطعه. وكده خلاص الفرخة معانا جاهزة، شلنا كل الأجزاء اللي لازم نشيلها. دلوقتي هنفرغ بين الجلد واللحم بتاع الصدر بالشكل ده، لازم نفرغ بين الجلد واللحم عشان اللحم ياخد من التتبيلة. وكمان بالسكينة هنشكشك كده صدر الفرخة بالشكل ده، نغرز السكينة بالشكل ده ونيجي على الورك ونشرحه شريحتين بالشكل ده، شريحة في الدبوس وشريحة في فخذ الفرخة من فوق، وكمان الورك التاني هنعمله بنفس الطريقة. بعد كده هنفضي الخلطة اللي عملناها كلها على الفرخة، ونحاول ندخل شوية من الخلطة دي جوه الفرخة. بعد كده ندعك بإيدينا الفرخة كويس جدا بالتتبيلة دي، لازم تدعك كويس جدا كلها، كل جزء فيها يدعك، وكمان بين الجلد واللحم، وكمان في بطن الفرخة من جوه، وكمان جوه الرقبة من قدام، يعني ندخل الخلطة في الرقبة من فوق وكمان ندعكها كويس جدا. بعد كده هنحط الفرخة في حلة وننزل عليها باقي الخلطة اللي في الطبق، ننزل الخلطة فوق الفرخة بالشكل ده. بعد كده نغطي الحلة وندخل الحلة دي التلاجة لمدة ليلة كاملة أو على الأقل 3 ساعات كاملين. بعد كده هنحط الفرخة في القلاية، القلاية أنا مسخنتهاش خالص، ودلوقتي هقول لكم على البرنامج اللي هسوي الفرخة فيه، والبرنامج ده مش زي الكتالوج بتاع القلاية خالص. هظبط التايمر بتاعها على نص ساعة، هي القلاية دي التايمر بتاعها آخر حاجة خالص نص ساعة، وهظبط درجة الحرارة قبل 160 يعني على 150، وهسيبها النص ساعة دي
بعد كده ما النص ساعة تخلص هشغلها كمان نص ساعة، يعني اخدت على الوش ده ساعة كاملة على درجة حرارة 150. بعد كده هقلبها على الوش التاني واشغلها نص ساعة فقط، يعني ما يكون صدر الفرخة فوق هنشغلها ساعة كاملة، وما يكون صدر الفرخة تحت يعني ما نقلبها هنشغلها نص ساعة. يعني الفرخة كلها استوت في ساعة ونص على درجة حرارة 150. ودي شكل الفرخة بتاعتنا بعد ما استوت، بقت زي الزبدة وكمان طعمها حلو جدا. ولو حطيناها في الفرن ممكن ندخلها في كيس حراري، وممكن نعملها على الشواية اللي بتلف عادي خالص. بس هنهدي الشواية بتاعت الفرن، يعني الشواية النار بتاعتها تكون متوسطة، ولو في كيس حراري نار الفرن بتكون على أعلى درجة، بتاخد ساعة في الكيس الحراري وساعة ونص تحت الشواية. تتبيلة الفرخة جميلة جدا، وكمان طريقة تسويتها في القلاية بيخلي طعمها أجمل بكتير. أهم حاجة أن الحرارة متتزودش عن 160، يعني 150 كويس جدا وهتستوي ما تقلقوش خالص. وزي ما قلتلكو الفرخة دي حجمها كبير، يعني 2 كيلو صافي. أتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها سواء في الفرن أو في القلاية. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.